كريم. الأخ محمود يسأل عن مسألة هل الهدي لو الإنسان ليس معه المال الكثير، ومسألة إنه هيصوم 10 أيام في الحج، فلو صام 3 أيام هناك و7 إذا رجع، المسألة على التخيير أم على الاستطاعة؟ لأنه ممكن إنه هو مال الهدي يقترضه أو يكون المال قليل. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. هذا اسمه في أعلام البلاغة يقول رفع التوهم، رفع التوهم عشان يعرف العدد بالضبط 10. فقال فمن لم يجد، إن كان مستطيعا، بس هو سؤاله يظهر أنه غير مستطيع، ممكن ما في، بيقول النفقة خلاص بهكذا أو يقترض، يريد يقترض، وليش يقترض؟ انتهى الموضوع، أنت عندك المساء على الإستطاعة، فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. نعم، جزاكم الله خير. يسأل سؤالا آخر: الصيام يكون قبل يوم التروية، قبل اليوم الثاني؟ هو الحق أنه لما يتلبس بالحج يصوم. نعم، لأنه سأل إيش قال؟ قال فمن لم يجد فثلاثة أيام إيش؟ في الحج، في الحج إذا تلبس بالحج يصوم. وفي خلاف فقهي من العلماء على صيام هذه 3 أيام في أيام التشريق. صحيح. وإن كان عائشة رضي الله عنها وأرضاه وابن عمر يريان أن هذه مرخص للحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، وهذا واسع، يصوم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق 3 أيام، وإذا رجع إلى بلده يصوم 7 أيام. للحاج الذي عليه هدي هدي وليس معه المال، وليس معه المال دون الآخرين. ما لا طبعا تمام. هذا محرم أن يصوم أيام التشريق محرمة. تمام. وحتى الاستثناء هذا الخلاف الفقهي وارد فيه. تمام، جزاكم الله خير. نوسع عليه في هذا الباب. تمام. مسألة